النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم ثالث أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، بينما كانت حارة إلى شديدة الحرارة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة كنتيجة لتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا قادمة من الجزيرة العربية. هذه الأجواء يتوقع أن تستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى بداية الأسبوع القادم، سنستعرض تفاصيلها خلال هذه النشرة. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث توضح خلوع عموم منطقة بلاد الشام والمملكة من الغيوم كنتيجة لتمركز لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة في هذه المناطق، عاملة على منع تشكل أي غيوم في هذه المنطقة في منطقة بلاد الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط. تفاصيل أكثر حول درجات الحرارة المتوقعة اعتبارا من يوم الخميس وحتى يوم الأحد، أي خلال عطلة نهاية الأسبوع، تبقى درجات الحرارة مرتفعة خلال ساعات النهار، فيما تكون دافئة خلال ساعات الليل، دافئة بشكل لافت مقارنة بالليالي الماضية. نهار الجمعة أيضا تستمر درجات الحرارة مرتفعة، الطقس يكون حار نسبي في عموم مناطق المملكة، لكن حار إلى شديد الحرارة تحديدا في منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة. تعود ليلا لتنخفض قليلا، لكن تبقى درجات الحرارة دافئة بشكل عام خلال ساعات الليل، وتعود وترتفع مجددا خلال ساعات نهار يوم الجمعة، ويعود الطقس ليصبح حار نسبيا في عموم المناطق، بينما يكون حار إلى شديد الحرارة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. هذه الأجواء الحارة أيضا تترافق مع أجواء مستقرة بشكل عام. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث تسجل 20 درجة مئوية مع طقس صافي، الملموسة 20، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، بالنسبة ليوم الجمعة هناك ارتفاع واضح على درجات الحرارة، طقس حار نسبيا في العاصمة عمان 32 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 20 درجة مئوية. يوم السبت تنخفض قليلا لكن تبقى أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، أجواء حارة نسبيا، الحرارة تلامس 30 مئوية في خلال ساعات الظهيرة والعصر، تنخفض ليلا تسجل 19 درجة مئوية، ونفس الحرارات والأجواء المتوقعة يوم الأحد مع استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة نسبيا. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.